السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن هكذا أصبح وضعنا بتاتنا التي قمنا بزراعتها منذ أشهر بمكتبنا، فكما تشاهدون فقد نمت بشكل أكبر. هذه نبتة السجادة أو الزربية أو المبرة، يعني نبتات بشكل كبير. ثم أيضا مجموعة من النباتات، هناك نبتة حوراء القصر أو بمصطلحات المغربية الملالية كيف أصبحت، ثم هذا النوع من الصباريات، تشاهدون كم أصبح كبيرا. هذه نبتة عطريشة، كذلك هذه شجيرات الأفوكادو التي قمنا بزراعتها من العظم. وهذه نبتة القلب كما تشاهدون نمت جيدا. بجانبها هذا النوع من أنواع السباريات الأوليفيرا، أيضا نبتة العنكبوت سبايدر. ثم نبتة جلد النمر،